اللاعب البريطاني هو الذي له الفرصة لوقوف ربما هذه سلسلة اللاعب جوكوفيتش الذي فاز ب 56 أو 57 مباراة وفقد فقط مباراة واحدة. إذا كما ذكرنا مشاهدينا الكرام دخول بطل العالم نوفاك جوكوفيتش، تعود على الأدوار النهائية الآن اللاعب جوكوفيتش، إنجاز هائل بالنسبة لهذا اللاعب بالنسبة لهذا الموسم، فاز بعدد كبير من البطولات من ضمنها بطولة أستراليا المفتوحة، بطولة دبي، بطولة صربيا المفتوحة على الأراضي الترابية كما ذكرنا، بطولة روما، مدريد، ميامي إنديان ويلز، سينسيناتي الآن، وموريال الأسبوع الماضي، ولا ننسى بطولة ويمبلدون، وأيضا الوصول إلى الدور النصف النهائي ضد روجر فيدرير في بطولة رولان غاروس، إنجازات هائلة بالنسبة لهذا اللاعب السربي الذي يأخذ المرتبة الأولى الآن، يفوز ب أكثر من أو تقرب من 30 مليون دولار أمريكي الجوائز المالية حتى الآن. بالموسيقى يركز اللاعب أندي موري، دخول للعب قبل بداية هذا اللقاء، دور نهائي مهم جدا بالنسبة للاعب، لكل لاعب لما وصل لهذا المستوى مستوى الدور النهائي، طبعا خاص هذا الدور النهائي، ونعرف ذلك الجمهور الطقس والضغط أيضا على أكتاف اللاعبين. Just a couple of reminders, TV changeovers when you're challenging, please do it clearly for me. Any questions? Need anything? Okay, Andy, blue or silver? Oh, sorry, silver, yep. Yep, thank you. And Novak. Sir, Novak. Swapping out a quick photo. Novak يفوز بالقرعة. نوفاك جوكوفيتش ويختار الإرسال، أما اللاعب أندي موري يختار الجهة. إذن لنا الجهة الأخرى، إذن خمس دقائق للإحماء مشاهدينا الكرام، نوفاك جوكوفيتش من صربيا ضد أندي موري من بريطانيا. واحد على الشاشة اللاعب جوكوفيتش يفوز على مونفيس بصعوبة 6-3 في المجموعة الأخيرة، ويفوز على برديش ب7-5، وانسحاب اللاعب برديش إصابة تضيق اللاعب تشيكي في الكتف، أما اللاعب موري يفوز على جيل سيمون بمجموعتين نظيفتين، واخيرا يفوز على مارديفيش 6-3 و7-6. نتوقع بان اللاعب مارديفيش سيحقق المفاجاه ربما او سيضايق اللاعب البريطاني، ولكن موري يؤكد حضوره في الدور النهائي، وصراحه نتائج هائله بالنسبه للاعب فيش الذي وصل الى الدور النهائي الاسبوع الماضي في مونريال والنصف النهائي في هذا الاسبوع، نتائج ممتازه سيرفع مستوى الترتيب العالمي. بعد المعلومات مشاهدينا الكرام عن اللاعبين، اللاعب السربي من مواليد 87 ببلغريد وهو مقيم بمونتي كارلو، مترو 88، يلعب باليد اليمنى، على الشاشة 28 مليون دولار أمريكي الجوائز المالية التي فاز بها منذ بداية الاحتراف، 27 لقب حتى الآن، وتسع ألقاب في بالنسبة لهذا الموسم، إذا 36 لقب منذ بداية الاحتراف، رقم ثالث عالميا منذ سنة 2007، ويحتل المرتبة الأولى الآن منذ شهر 7 لما فاز ببطولة ويمبلدون، المشاركة السابعة في هذه البطولة،
احسن نتيجة كانت في الدور النهائي في بطولة سينسيناتي في 2008 و2009 وهذا الموسم ايضا. اذا نتمنى له حظوظ للفوز. اذا جوكوفيتش يفوز على هاريسون في الدور الثاني، على ستيفانيك في الدور الثالث، مونفيس في الدور الرابع بصعوبة، و بيرديتش في الدور النصف النهائي. كان الدور النهائي ربما معقد شيئا ما، لان لاعب جوكوفيتش فاز في بطولة موريال الاسبوع الماضي ضد جيل مونفيس بسهولة 6-2 6-1، وانقلبت الامور في هذا الاسبوع. على الشاشة اندي موري، اندي موري مواليد 87 بدانبلين بسكوتلاند، وهو مقيم بلندن، متر و90، يلعب باليد اليمنى، 84 كيلوغرام، ابتدى الاحتراف في سنة 2005، فاز بلقب واحد هذا الموسم بمدينة كوينز بلندن، فاز ب 17 لقب حتى الآن، تقريبا 17 مليون دولار أمريكي. فاز ب 33 مباراة وانهزم 10 مرات في هذا الموسم، والترتيب الحالي رقم 4 عالميا، وسنة 2008 9 و10 هو الرابع عالميا، احتل المرتبة الثانية في شهر 8 في سنة 2009. لكن نعرف ان هناك امامه اللاعب روجر فيدرير، رافائيل نادال، والان نوفاك جوكوفيتش يحتل المرتبة الأولى عالميا. المشاركة السابعة لهذه البطولة بالنسبة لأندي موري، وفاز بها الموسم 2008 ضد اللاعب جوكوفيتش بمجموعتين نظيفتين. للوصول لهذا الدور النهائي فاز على نال فالديان، على بوغومولوف، جيل سيمون، واخيرا ماردي فيش يوم الامس في الدور النصف النهائي. وكما ذكرنا مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء العاشر بين اللاعبين، اللقاء الاخير كان بمدينه الروما على الاراضي الترابيه. فاز اللاعب جوكوفيتش بصعوبه كبيره جدا 6-1 3 6 و7 6. اللقاء آخر أيضا كان في أستراليا في الدور النهائي، يفوز جوكوفيتش بثلاث مجموعات لصفر. أندي موري يفوز في 2009 و2008 ثلاث مرات في ميامي، في أيضا سنسيناتي وموريال، أما سابقا في مدينة ميامي وفي إنديان ويلز ومدريد. اللاعب جوكوفيتش يفوز في سنة 2006 و2007. تشجيع الجمهور للاعبين، نتقرب من نهاية هذه الفترة الإحمائية للدخول في المنافسة، والكل ينتظر مفاجأة ربما من جهة اللاعب أندي موري الذي فعلا له حظوظ صراحة. اللاعب يبرهن بأنه حاضر، له تركيز عالي، وهذه الأرضية تناسب اللاعب موري، أرضية سريعة جدا. سيد ميرفي، فيرجوس ميرفي الذي سيسير هذه المباراة، هو حكم الكرسي. كما ذكرنا حدود اللاعب البريطاني فعلا كبيره جدا، لانه لاعب يركز على الضربات من اخر الملعب، سريع جدا، له قراءه ممتازه في استقبال الارسال، ويتحرك بشكل جيد. ماريان فايدا على شاشه بالقبعه البيضاء، اللاعب السابق من سلوفاكيا، يدرب السربي منذ زمن طويل الان، مع كل الطاقم التقني عفوا، الطبيب ومدرب اللياقه البدنيه ايضا يتابعون هذا اللقاء. دانيال فالفيردو هو مدرب اللاعب اندي موري، وبالقبعه البيضاء ايضا مدرب اللياقه البدنيه. أسابيع مهمة جدا هذا الموسم الأمريكي، لأن هناك عدد كبير من البطولات المنظمة في